وهكذا الفتيات في بيته، كذلك أسماء الصحابيات كلها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخروا في هذا لما علموا أنه صعب أن يكون بيئة التي كلها أسماء الصحابة وأبو بكر وعمر وعثمان، يعني أنا متأكد أن هذا السبب الرئيسي الذي تأخروا فيها. ثم هاجموها بعدما لاحظوا أن فيها شيء من الفقر والتعب وغيرها، ونقص في طلب العلم، ليس طلب العلم الشرعي، لأن طلب العلم الشرعي عندنا في الأصل مجانا، فلا يحتاج إلى تكلفة حتى تقول يعني لازم أجد مبلغ قبل أن أدرس درس علمي. لا، نحن عندنا بالمجان تدرس وبالمجان تحصل على أشياء كثيرة يعني في مجال الشرعي. فلا، لكن لما حاجة في الفقر وحاجة للمال وحاجة للأكل وغير ذلك، فدخلوا عن طريق منها دراسية وغير ذلك من الأشياء، أهمها منها دراسية. فتجد يعني يتكفلون الولد من بداية دراسته، حتى لو لم يدرس في الابتدائية، لكن يحرصون على أن يدرسوه ما يريدون. هؤلاء الرافضة تنسب نعم الرافضة، هم دخلوا بهذه الطريقة عن طريق سفارتهم. نعم، فدخلوا بهذه الطريقة حقيقة، يعني هذه بدايتهم. فبعضهم سافروا وبعضهم قبل رجعوا، كم تقريبا؟ قبل كم؟ ممكن نقول قبل 25 سنة 25 سنة إيه، بدأوا قبل بدأوا في هذه الحركات، يعني استهداف نيجيريا. استهداف نيجيريا وغيرها. لكن قبل ذلك ما استطاعوا، لما قلت لك يعني، لأن لا تكاد تبتدي البيت إلا وفي أبو بكر وعمر وعثمان، فإذا دخلوه لا يستطيعون. ثم ثاني الأمر الثاني أنهم ما دخلوه مباشر باسم الشيعة، هم دخلوا نيجيريا باسم شيء يسمى التجديد، وإلى الآن ما ننسى كان لديهم جرائد وغير ذلك باسم التجديد. فإذا قلت التجديد ليست شيعة، واسم جميل، اسم جميل ومعناها طيب، حتى إذا ترجم باللغة الإنجليزية يعني يأتي بشيء طيب يعني. وذكروا أن هدفهم هجوم الظلم، الظلم هجمة الظلم. ومهاجمة الظلم، الحكومة النيجيرية التي فيها ظلم وكذا، وأيضا كره لأمريكا. إيه نعم. يتاجرون دائما بهذه القضية. طيب، فبهذا أي شاب في نيجيريا في وقت الذي فيه فقر وحاجة وغيره ويعاني من أشياء كثيرة، فجئته بطريقة أنك تريد تجديد وتريد أن تهاجم الحكومة الظالمة وأنك تريد تهاجم الحكومة الأمريكية وغيرها، بلا شك أنه سيمشي معك مهما كان. لماذا؟ لأنك جئته بشيء يعني هو أصلا ينتظر من يحركه في هذا، وهذا شيء كان يؤلمه من قبل. فإذا جئته بهذه الطريقة بلا شك يعني بوقت بسيط تأخذ. هم دخلوا وبهذا الأسلوب باسم التجديد، ما دخلوا بأنهم شيعة. نعم، فهذه بدايتهم حقيقة. لذلك تقصد انه مجتمع حولهم من شباب نيجيريا ومن المعجبين بهم لاجل هذه الدعايات، انهم مجددون وانهم كذلك اعداء لامريكا ويحاربون ظلم الحكومة كذلك وتقتيرها على الشعب وتقسيمها للشعب وكذا. نعم، جزاك الله خير. طيب الآن أنت ذكرت أن هناك معهد، أريد أن تخبرني يعني ماذا فعلوا بالضبط؟ تقول ذكرت لي في لقاء سابق أنهم صنعوا معهد أو كذا وكان له اسم، ثم غيروا الاسم بعد فترة، ثم ماذا حصل؟ يعني ممكن تكلمني حول هذا؟ السلام عليكم. حقيقة قبل هذا كله كما قلت لك أنهم جاءوا باسم التجديد، في الأخير اكتشف أن من يدير هذه الحركة يقولون أنه سافر إلى إيران وسجد على قبر وهذه الأشياء. فالإشاعات بدأت تمشي بين الناس. بدأ ينفضح أمرهم. نعم، وهم لا يريدون هذا لأنهم كما قلت لك باسم التجديد لا يريدون أن يعرف أنهم شيعة حتى يجتمع إليهم الناس. وفعلا باسم محاربة الحكومة الظالمة وأمريكا وغيرها، اجتمع عليهم كثير من الناس
جدا جدا بشكل عجيب، يعني حتى لا تكاد تعرف كم عددهم، وكل يوم تجد معجب بهم يأتون إليهم. فهم بدأوا بهذه الأشياء، لكن لما بدأت الإشاعات تقول أن هؤلاء هم الرافضة، هم الشيعة، هم كذا هم كذا، فبدأ الناس ينتبهون، وبدأ الناس يتساءلون، وبدأ الناس ينظرون يمين يسار حتى يعرفون حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن حقيقة الشيعة معروف أنهم يسبون الصحابة، وكما قلت لك أن كل بيت يوجد أبو بكر وعمر وعثمان وغيرها وأسماء الصحابيات، فكيف يعني؟ ما معنى هذا؟ فالأمر لم يكن سهل الآن ذاك، فبدأ الناس، وأذكر أن من أسباب سفري إلى إيران هذا السبب، يعني الناس بدأوا يتساءلون ما هو حقيقة هذا الشيء. فلما جاءني طبعا الطلب إلى أن أسافر وغيرها، ما كنت أريد السفر، وعمي رفض وغيرها، لكن جاءني لمجموعة من الشباب، يعني قالوا لازم تسافر حتى نعرف حقيقة ما هذا الشيء وأخذها وهذه الأشياء. فهم لما اكتشفوا هذا الأمر بدأ الناس يكرهونهم، وبدأ الناس يخرجون من ملتهم. كانوا يخرجون الناس مثلا إذا كان لديهم مظاهرات، طبعا مظاهراتهم كانت بشكل عجيب، مجموعة من الناس نساء ورجال وغيرها. فلما علموا أنهم يسبون الصحابة، هم الشيعة، يتركون الناس، يعني يهربون من عندهم. لما علموا هذا فاشتدوا، وكثر مجيئهم في نيجيريا وغير هذه الأشياء، حتى بنوا هذا المعهد. هم بنوا معهدا في كانو، في ولاية كانو، سمى معهد أهل البيت. نعم، بدأوا الآن يخرجون بوجههم. نعم بوجه، يعني نعم. لماذا؟ لأنهم خلاص اكتشفوا. وطبعا هذا بعد عودتي من إيران، أصلا صار هذا فتح هذا المعهد بعد عودتي، لأن آن ذاك قد قبلوا كثير من الطلاب إلى منحة دراسية هناك في إيران، في قم، جامعة قم، يسمونها قم المقدسة. فبعد هذا حقيقة يعني بدأوا نشاطهم بين وظاهر، وله حتى يظهر أن لديهم علاقة مع إيران. ماذا يعني؟ خلاص يعني اكتشفوا، فليس لهم حل وليس لهم طريقة، يعني ما عندهم إلا هذا، وفتوا هذا. طبعا حركة، ما اسم المعهد؟ ما اسم المعهد قبل وبعد ما انفضحوا؟ هم في البداية سموه معهد فقط، معهد إسلامي، ثم بعدها اسموه بمعهد أهل البيت لما انفضح أمرهم أنهم شيعة. أي نعم، لأن من البداية كانوا لا يريدون أن يظهروا كل شيء. أيوة، لكن إذا اكتشف خلاص يعني ليس لديهم حل إلا يظهر كل شيء ويفعل ما تفعل، يعني المهم نحن أي نعم نحن فغير ذلك يعني. فسموه بمعهد أهل البيت، لكن بعون من الله ما مضت سنة في هذا المكان حتى أغلقت هذا، لأن أكدوا الجماعة في البلد، أكدوا أن فتح هذا المعهد سيسبب مشاكل بشكل لا يتصوره الحكومة. نعم، لأن الناس قالوا لن يصبروا على مثل هذا المعهد في مثل هذا البلد. معهد أهل البيت يسبون الصحابة وغيرها لا يمكن أن يكون موجود. وطبعا المشكلة بدت للحكومة أنها ليست صغيرة، فلذلك طلبوا منهم أن نعم طردوهم وسكروا المعهد، وإلى الآن المبنى موجود ولكن بدون أي شيء وما في أي حركة فيها. الله أكبر. والله أخوان شيء رائع، والحمد لله رب العالمين. انظر يا أخوان، أهل الباطل يأتون يندسون ولا يظهروا بعقائدهم، أما أهل السنة والجماعة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أما هم فدينهم أستر دينك، وكما يقول أنتم على دين من أظهره أذله الله ومن أخفاه أعزه الله، وليس والله هذا دين الإسلام. دين الإسلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هم جاءوا بمعهد يسمونه معهد إسلامي وكذا، والتجديد، المجددون، كل الأسماء، إلا أن يبينوا للناس أنهم شيعة أو رافضة. فلما علم الناس أنهم رافضة طردوهم شر طرده. طيب أبا
رملة. أريد أن قصتك أنت، كيف ذهبت ولماذا، ثم ماذا رأيت هناك؟ تفضل، يعني هذا قصتك أنت الخاصة، يعني محاولتهم لجذبك للتشيع. أنت يظهر لي من كلامك السابق أنك ذهبت لهدف وهم أخذوك لهدف آخر، هم أرادوا أن يقدموا إليك البعثة لهدف تشييعك يعني الدخول على عقيدتك، وأنت ذهبت لتستطلع عقيدتهم كذا. على كل حال أريدك أن تتكلم عن هذا، كيف ذهبت ولماذا؟ نعم، وهل هم يأخذون كثير من نيجيريا لهذه لجامعة قم أم لا؟ لك اللقب.